اعلانات هذا انجليز تلي 3 اويدا، اتصلوا بهذا الرقم. يعني تعلموا اللغة الإنجليزية في 3 شهور. روس تلي 3 اويدا، تعلموا اللغة الروسية في 3 شهور. لازم جاتك سينا. صباح الخير طش. هذا اسمه اللوي بازار، اعتقد انه الحلقة القديمة حقتهم، غير عن ذاك السوق المدور كذا المشهور. حندخل نشوف ايش عندهم هنا. يا واد ما شاء الله تبارك الله، ليمون ليمون ده ولا برتقال؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، فواكه والاشياء. وتشوف ما شاء الله كيف حبة الفراولة يوسف، ما شاء الله فراولات والشياط. ما شاء الله كيف هناك جزء منه للمكسرات، والمكان نظيف جدا صراحة. الشقوق الشقوق والطماطم والله الفواكه عندهم لذيذة صراحة. طماطم، شوف الرمانة ما شاء الله، تقول لك أنا هنا. شوف رمانة على السكين. شوف الليمون نظيف نظيف. هذا أنت لما أقول لك شقوق خون، هذا هو أنت. عالم العصائر حقهم، عصير رمان فريش بس ماني عارف بكم، ما يقولوا لك عشان يضحكوا عليك. هذا شقوق خون أنت. طبعا هذه المكاين حتكون حبايبكم، لانه هنا يبدلوا السم بالدولار. تجوا بالايتام تحط الدولار وطلع لك. طبعا في السوق السوداء يكون سعره اكثر او احسن، انما يعني خليكم على مضمون، ما فرقت كثير. يعني في شيء لازم هنا كمان ملاحظه، 90% من السيارات إلى 95% من السيارات كلها شيفروليه، أشكال وأنواع شيفروليه. السبب إنها قاعدة تتصنع أظن عندهم هنا في أوزبكستان، وسعرها أظن في المتناول بالنسبة ليهم بالمعقول. وهذا اللي لقيناه في النت مكتوب مطعم جورجي عليه توب ريتنج. هنجرب أنا وسام الأكل الجورجي. المطعم طلع مرة فل بالقوة، دخلونا وقالوا لنا ما عندنا حجز. قلت لهم معليش، قالوا استنانا شوية وظبطوني. بس المطعم ما حد يتكلم فيه بخاري ولا انجليزي، كله روس. هذه الطريقة الجورجية. ما ادري كيف تاكل بعدين. ثانك يو. الان حندخل لشورشو بازار اللي في طشقند، البازار المشهور المدور كذا اللي فيه كل الحاجات. وتشوف لحم حصان، لحم خيل. سلام. هذا السوق حقهم اللي فيه كل حاجه، اي حاجه ممكن تخطر في بالك تلاقيها هنا. ممكن ادور الاقي وسام. اوه وسام هنا كمان قاعد، شايف؟ انا قاعد احاول افاصله. وسام اخذ له طقمين شاي، اخذ لي طبق رز. انا هذا الشرش بازار. هيا ندخل اللي هناك. هذا المكان التاريخي والإرث العظيم الطشكندي، ونرجع لك إن شاء الله. هنا لما تشتري لازم تستخدم الكود حق مصطيف. من عربي ستاندن وزبكلا مكدن أبو مكدن من مدينة دن.
خلاص اللي يصير بشوز يصير لنا بأوتشوز. هنا طبعا السوق المعروف حق السوق المركزي اللي دائما نشوفه في الافلام. وهذا لحم شكله لحم حصان، شكله مره غريب. هذا شكله لحم حصان، هذا شكله الريحه ضرب الكباب الشارعي من الشارع تضرب من هنا للمستشفى مباشرة. يا ساتر يا ود ولا محمود سعيد ولا التقليد هذاك، ما محل ذهب فخم على محل ما في تقليد مفاتيح على محل كباب، ما انت داري ايش الموضوع. هذه نظرة من فوق سوق اللحوم اللي ريحتها طالع علينا هنا. أنا قاعد أشتري من هذول، هذا أخو عبد الحفيظ اللي وصاني، الحين قاعد أخذ منه. عودة لمحلات الطيمق، وهؤلاء البخاريات. يا ساتر نفسي اتشجع واتحمس، بس ما ادري وسام، احس انه هذا حيضرب عندك دوده شريطيه ولا دوده بخاريه جديده.